اهم الاستعدادات اللي بنعملها دلوقتي هي فتره استشفاء للعيبه، الاصابات اللي موجوده عندنا طبعا شغالين عليها، دكتور محمد علي ودكتور محمد الششتاوي ودكتور اسامه فرج مركزين لان احنا عندنا اصابات كثيره. بنجهز الاصابات، بنجهز اللعيبه، عندنا داخلين على كاس مصر اول حاجه ان شاء الله هتقابلنا يوم 26 هنلاعب اللي كاسب من ادفو ووادي دجله. بعد كاس مصر عندنا ان شاء الله تقريبا الدوري السوبر هيبتدي 15/2، احنا ابتدينا بدايه حلوه في اول الموسم بدوري المرتبط، ربنا يكرمنا كده ونكمل لاخر الموسم كده بكاس مصر والسوبر يا رب ان شاء الله. يعني احنا عندنا ابراهيم الجمال مصاب، عندنا مهند مصاب، عندنا مصطفى الشافعي مصاب، عندنا محمد ابو النصر مصاب، عندنا كريم الدهشان مصاب، اصابات كتير واصابات على فكره مش خفيفه. يعني كريم الدهشان شارخ في الزورقيه وكان بيلعب معنا الدوره اللي فاتت مربط وبيلعب. ابراهيم الجمال عنده مزق في العضله الاماميه وكان بيلعب. ابو النصر خلع في الصباع وكان مربط وبيلعب. يعني اصابات كبيره مش اصابات يعني، فاحنا مش سهله، فمش هتخفف على طول دلوقتي. احنا شغالين بس ان احنا ربنا يكرمنا الفتره دي في خلال الاسبوع ده قبل كاس مصر نجهزهم، لكن بنسبه اقول لك 50% بقى احسن ان شاء الله. المده دي مناسبه جدا لينا ان احنا نكمل عليها تجهيز اللعيبه دي. وكابتن طارق وكابتن اسلام يعني شغالين بقى طبعا فنيا الفتره دي في تحفيز الخطط وتحفيز اللعيبه بسيستم معين هنلعب بيه الفتره اللي جايه، ودعوات بقى الناس والجمهور يعني ده اهم حاجه لينا يعني. طبعا وحابب ان انا اشكر لعيبه النادي الاهلي على المجهود اللي بذلته الفتره اللي فاتت دي في دوري المرتبط. زي ما انت قلت كده احنا عندنا الفتره اللي جايه دي هنبتدي كاس مصر، زي ما انت شايف احنا كان عندنا فتره اصابات، كان عندنا اصابات كتيره قوي. الحمد لله ابتدت اللعيبه ترجع دلوقتي، ابتدينا نكمل الى حد ما بنسبه 80-90%. الفتره دي طبعا احنا لسه فاضل حوالي 10 ايام تقريبا او 15 يوم تقريبا يعني على اول ماتش لينا في الكاس. فاحنا لغايه دلوقتي الحمد لله بنحاول نتمرن كلنا دلوقتي سوا، ان احنا برده ايه الفتره اللي فاتت دي كنا ما اتمرناش كتير، كان عندنا لعيبه المنتخب عندنا اصابات فما اتمرناش كلنا، غير ان الدوري المرتبط ده كان بيبقى فيه اربعه بس هم اللي فوق السن اللي بيلعبوا. احنا دلوقتي لا كلنا هنكمل ان شاء الله باذن الله. فاعتقد ان الفتره دي ان شاء الله باذن الله كافيه ان احنا نقدر نعمل حاجه ان شاء الله الفتره الجايه. طبعا بص احنا بقالنا كام سنه كده المنافسه في الباسكت صعبه شويه، في اكتر من فرقه بتنافس، مش فرقتين بس، لا بالعكس انت ممكن يبقى في 6-7 فرق بينافسوا على كاس مصر وعلى الدوري وعلى الدوري المرتبط. مفيش ماتش سهل خلاص، ما بقاش في ماتش سهل. احنا بنجهز لكل ماتش على حسب، مش على حسب الفرقه بالعكس، على حسب احنا بنتمرن جامد عشان الماتش ده مهم جدا اكنه الفاينل. فاعتقد ان ما فيش حد يقدر يقول المنافسه سهله او صعبه، لا المنافسه كلها هتبقى صعبه، فربنا يكرم ان شاء الله. والله احنا يمكن خلصنا بطوله المرتبط، بدانا خدنا فتره راحه ورجعنا، يمكن الفتره دي في مجموعه مصابين، خلال 3-4 ايام ان شاء الله كله بقى كامل في التمرين، نبدا ان شاء الله دور 16 في كاس مصر يوم 26. ان شاء الله مواجهه تكون سهله، تبدا الفرقه تكمل، وان شاء الله باذن الله الكاس يكون نصيبنا ان شاء الله. احنا عندنا فتره توقف كويسه، يمكن بعد ما اعتزلنا عن بطوله دبي، فعندنا فتره كبيره ان احنا ان شاء الله خلال الاسبوع ده نكمل ان شاء الله.